قررت إدارة شباب بلوزداد تغريم ثنائي مهدي بن علجية بمبلغ 25 مليون سنتيم وأنيس كرار بمبلغ 15 مليون سنتيم بسبب سوء السلوك بعد مثولهما أمام مجلس التأديب، وذلك على خلفية شجار بن علجية مع زميله مكحوت واحتجاج كرار على قرارة الطاقم الفني. إلى ذلك سيدخل فريق شباب بلوزداد في تربص تحضيري بداية من يوم الاثنين بفندق المهدي بسطوالي على أن تجرى التدريبات بملعب 20 أوت. هذا التربص تتخلله ثلاث مقابلات ودية، وسيكون أول اختبار ودي يوم الثلاثاء، أين قسم المدرب حنكوش تشكيلته لفوجين، الأول سيواجه المنتخب العسكري ببن عكنون والثاني يواجه شباب الدار البيضاء.